السلام عليكم مشاهدينا الكرام. حمى الغواصات واحتمال احتدام المواجهة الاستراتيجية الكبرى بين الصين وأمريكا، فماذا في الخفايا؟ احتواء، محاصرة، تمهيد لمواجهة مباشرة، كلها عناوين لنظريات أمريكية. وعلى الرغم من تشعب مسمياتها إلا أن محتواها ومفادها واحد فحسب: الصين هي العدو. ومقول قول ساكن البيت الأبيض بالتوازي مع أفعال جنرالات البنتاغون مؤداه أن الصين هي ليس فقط العدو بل والوحيد أيضا. ثمة رسائل أمريكية عديدة إلى جهات الأرض الأربع تحمل دلائل ومؤشرات بأن العم سام الذي عانى كثيرا في سبيل أن يجعل النظام الدولي يدور حوله فقط يجعل الآن مواجهة القيادة الصينية في المقدمة، بل أن واشنطن حاليا تضع ثقلها في نقل المعركة الاقتصادية والتجارية إلى موقع متقدم يقع في محيط خصمها الصيني، وأن الأولوية القصوى في أمنها الاستراتيجي هي بعدم التسامح مع الصين في زيادة نفوذها العسكري البحري. فكما نعلم جميعا أمريكا هي إمبراطورية بحرية في الأساس، وإذا كانت باريس الخاسرة استراتيجيا لانسحاب كامبرا من صفقة الغواصات التقليدية لديها لصالح الغواصات النووية الأمريكية، وصفت ما حدث معها بأنه حلف أنجلو ساكسوني جديد، فأن كثيرين يرون فيما حصل أنه إعلان أولي ستليه خطوات لاحقة تبشر ببدء الحرب الباردة الجديدة. وهذه المرة يأتي الإعلان عنها من داخل المعسكر الغربي باستدعاء فرنسا لسفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا احتجاجا، بينما العارفون بخفايا الصفقة وأسرارها يقولون التالي: الصفقة ستؤدي إلى سباق تسلح نووي في المحيطين الهندي والهادئ. الصين بؤرة المحرق فيه وشواطئها هي الغاية والهدف. إذن عن حرب الغواصات واحتدام الصراع الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وواشنطن حوارنا لهذه الأمسية، لكن بعد الفاصل. أرحب بضيوف الذين سيشاركوني هذه الحلقة معنا عبر الأقمار الصناعية من بيروت، الدكتور نبيل سرور الخبير بالشؤون الصينية. دكتور نبيل أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا بك. معنا عبر خدمة السكايب من واشنطن الدكتور صبحي غندور مدير مركز الحوار العربي في واشنطن. دكتور صبحي أهلا ومرحبا بك. شكرا لك يا مدام. أبدأ مع حضرتك دكتور نبيل، ودعنا نبدأ من المواجهة الطازجة كما يقال التحالف الأمني الجديد بين بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة والمدعو اتفاقية أوكوس. هل يمكن أن ندرجه ضمن نطاق صراع تجاري تقني واستراتيجي مع الصين سيكون له انعكاس واضح على خريطة العلاقات الدولية الجديدة في العام الجاري؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم. طبعا ما من شك بأن يعني الحرب القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تأخذ أبعادا كثيرة. هناك مساعي أمريكية كثيرة، يعني معظم الرؤساء الأمريكيين منذ باراك أوباما إلى ترامب إلى الآن الرئيس بايدن أدركوا بشكل كبير بأن الصين تمثل تحديا اقتصاديا كبيرا وتمثل تهديدا اقتصاديا يمكن أن يمس مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. من هنا كان موضوع التصدي الأمريكي أو محاولة الانفتاح على كل ما يمكن أن يفشل الحضور الصيني في العالم. على سبيل المثال بعض الدول التي سعت إلى يعني فتح علاقات مع الصين كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى منع هذه الدول أو ثني هذه الدول عن الانفتاح على الصين. موضوع الحزام والطريق، يعني خارطة الحزام والطريق، أيضا سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ثني بعض الدول عن المشاركة بهذه المبادرة. هناك حرب اقتصادية محتدمة في هذا المجال،
هناك مساع أمريكية ل يعني تقليب أظافر الصين في أكثر من منطقة من العالم، وما يجري بموضوع الغواصات، السباق إلى فتح أسواق في العالم. أعتقد بأن هناك توجه أمريكي واضح في سبيل يعني مشاغلة الصين. هل تؤدي هذه المشاغلة إلى مواجهة مباشرة؟ أستبعد ذلك، ولكن أعتقد بأنه في أكثر من نقطة من نقاط العالم سوف نشهد احتداما لهذه المنافسة، سوف نشهد محاولة قطع طريق أمريكية على الصين. الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ترك ثغرة كبيرة، حاولت الصين الانفتاح وملء الفراغ، ولكن أعتقد بأن المشهد الدولي هو مشهد مفتوح على احتمالات كثيرة سوف تسعى الولايات المتحدة الأمريكية فيه إلى تأكيد حضورها رغم النكسات الكبيرة التي تعرضت لها. ولكن أعتقد بأننا أمام مشهد دولي متغير، أمام تحالفات دولية. ربما يكون هناك تحالف جديد يقف بوجه الولايات المتحدة الأمريكية، يكون قوامه ربما الصين، روسيا، إيران، بعض الدول. نشهد بعض التحالفات الاقتصادية التي أعتقد كلها تصب في واجهة مخالفة الولايات المتحدة الأمريكية ورفض سيطرتها على العالم كقطب أوحد. نحن أمام مشهد وكما يقال دولي يعني متعدد أن هذه الأقطاب. اتفاقية أوكوس تحدث أثر عميق وتحول عميق في الجغرافيا السياسية الدولية. ابقى معي لو سمحت دكتور نبيل. دكتور صبحي، يعني بالإطار ذاته تتحدث تقييمات غربية لاختصاصيين استراتيجيين أنه لطالما كانت أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان من أهم شركاء الناتو في مواجهة التهديد السوفيتي سابقا، ومن هنا تأتي مركزية هذه البلدان الثلاثة في الاهتمامات الجيوسياسية الأمريكية من منظور الصراع الحالي المعلن مع الصين، ولكن بطبيعة الحال وفق تغيير مصاحب لهذا السياق الاستراتيجي الحديث. ما رأيك أو تقييمك؟ صحيح ما تشيرين إليه مدام رنا، لكن هناك يعني نقاط مهمة التوقف عندها. ما هو كان يحدث في ظل الحرب الباردة بين روسيا الشيوعية والاتحاد السوفيتي من جهة وأمريكا والمعسكر الغربي من جهة ثانية، كان قائما على أساس فيه صفة إيديولوجية، طابع إيديولوجي، وانقسم العالم على هذا الانقسام الأمريكي الروسي في تلك الحقبة. الآن ما هو حصل في حقبة التسعينات وما بعدها أيضا في بداية العقد الأول من القرن 21 هو وجود وحدانية قطبية في العالم، يعني سقوط الاتحاد السوفيتي أدى أن الولايات المتحدة تكون هي القطب الأوحد. لكن الفارق هنا الذي كان في التسعينات في أيام بيل كلينتون كان قطبية قائمة على أساس شعور طبعا بالتفوق العسكري نتيجة سقوط الاتحاد السوفيتي، لكن عمليا كانت من خلال هيمنة اقتصادية وتجارية. وسمعنا مقولة يعني نهاية التاريخ ومقولة أيضا العولمة التي أريد فرضها بطابع أن تكون هناك يعني سيادة أمريكية على العالم من خلال أساليب الاقتصاد والتجارة بعدما سقط الاتحاد السوفيتي. التحول المهم أنا في رأيي حدث في ظل إدارة جورج بوش الابن الذي مارس نفس المفهوم، يعني مفهوم القطبية الواحدة، لكن بأسلوب الهيمنة العسكرية، وكان طبعا معه ما كان يعرف باسم المحافظين الجدد. هؤلاء في تقديري أخطأوا يعني الحسابات كثيرا، وكانت إسرائيل يعني جزءا مهما من هذه التركيبة التي حكمت، أرادت أن تفرض بالقوة العسكرية الإمبراطورية العسكرية وليس فقط الإمبراطورية الأمريكية التجارية والاقتصادية. لا ننسى ما قاله بوتين عام 2006 في مؤتمر ميونخ الرئيس الروسي، حينما أيضا وقف وقال لا لهذه الهيمنة، وكان ذلك يعني بداية لما شاهدناه فيما بعد من تطور كبير لدور روسيا في العالم. أنا أعتقد العقد الأول من هذا القرن كان فعلا يعني بداية ختام القطبية الواحدة الأمريكية. هذا الذي جعل وزارة الدفاع الأمريكية تصدر في أيام باراك أوباما عام 2010 استراتيجية حددت أن الصين وروسيا هما الخصمان للولايات المتحدة الأمريكية، وأن من المهم التعامل في السياسة الأمريكية الدولية على هذا الأساس. هذا التحول أنا في رأيي التركيز الآن على الصين أكثر من روسيا، سببه أن روسيا لها سقف محدود حتى في كل القدرات التي هي عليها الآن، لها سقف محدود في الانتشار العالمي والمنافسة مع الولايات المتحدة، الذي هو يخيف الولايات المتحدة الأمريكية. هذا النمو الكبير يعني التنين الصيني بهذا المعنى الضخم
بكل النواحي، بما فيه التكنولوجيا التي تفوقت على الولايات المتحدة، بما فيه قضايا يعني وصلت إلى حد أن تكون الولايات المتحدة تعتمد في استيرادها على الصين أكثر من اعتماد الصين على الولايات المتحدة. تحول هذا الذي هو عليه العالم، ولا ننسى الصين لا تطرح الأمور بطابع ايديولوجي كما كانت عليه على سبيل المثال روسيا الشيوعية. الصين لم تتدخل عسكريا في أي بلد في العالم. هذه يعني الميزات الآن للانتشار الصيني، تدرك واشنطن أنه سيكون خطرا كبيرا عليه ونافسها الآن في أوروبا نفسها. لم تقف أوروبا مع الولايات المتحدة في هذه الدعوة لمحاصرة الصين وروسيا أو عزلهما، على العكس وجدنا اتفاقيات تحدث رغم أن إدارة ترامب كانت تشدد على يعني على الأوروبيين لوقف العلاقة مع الصين وروسيا، هذا لم يحدث. فأعتقد نحن الآن يعني في حقبة، في مرحلة أجد فيها أن هناك الآن يعني تركيز أمريكي على الصين أكثر من روسيا، في محاولة لاستخدام الأسلوب نفس الذي استخدم في ظل الحرب الباردة، لكن بحالة معاكسة. كانت الولايات المتحدة تهادن الصين أيام نيكسون، ونعرف أنه جرت نوع من العلاقات حتى مع الصين لعزل روسيا عن الصين. الآن هناك محاولة يعني عكسية الآن تمارسها واشنطن بالتركيز على الصين ومغازلة روسيا. لحد ما وجدنا قمة تحدث بين بوتين وبايدن في شهر حزيران يونيو الماضي، وهناك حديث الآن عن اتصالات مستمرة بينهما، بينما لا نجد هذا الأمر مع الصين. فأعتقد هو يعني ما نراه الآن يحدث مع أستراليا ومع بريطانيا هو إقامة عمليا حلف الآن أنجلو ساكسوني للناطقين باللغة الإنجليزية في منطقة مهمة جدا بالمحيط الهندي والهادئ بالنسبة للصين، وهكذا وصفته فرنسا بطبيعة الحال. وخليني أسأل ضيفي من بيروت، ابقى معي دكتور صبحي لو سمحت، عن فعلا هذا الموقف الأوروبي والفرنسي تحديدا مما يجري اليوم دكتور. طبعا ما من شك بأن فرنسا تسعى يعني من خلال الرئيس ماكرون إلى محاولة التفلت من الهيمنة الأمريكية على القرار الأوروبي. يعني شهدنا محاولات فرنسية مثلا للتوجه إلى لبنان في سبيل تقديم مساعدات بإعادة الإعمار، أخذ دور فرنسي في لبنان، في العراق محاولة تحرك فرنسي، أكثر من محاولة فرنسية كانت للتفلت من الضبط الأمريكي للواقع الأوروبي. هذه المحاولات أعتقد بأنها يعني تحاولت أن تؤكد الدور الفرنسي التقليدي في المنطقة، ولكن رغم كل ذلك لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للإمساك بقرار أوروبا، وتسعى لتطويق أي محاولة للانفتاح على يعني محاولات اقتصادية أو سياسية لتأكيد حضور أوروبا كدول مستقلة عن القرار الأمريكي. يعني إذن نحن موقفها من الصين أمام بهذا السياق وبهذا الاتجاه، أم إنه هناك مصالح اقتصادية يسعى الغرب لتوطيدها وفرنسا تحديدا مع الصين؟ طبعا كل الدول أو معظم الدول الأوروبية حتى بريطانيا وألمانيا تقيم علاقات جيدة جدا مع الصين. بصراحة أصبحت الصين يعني خلال هذين العقدين من الزمن مصنعا للعالم، بسبب يعني رخص اليد العاملة، بيئة استثمارية مؤاتية، توفر إمكانات كبيرة على المستوى الاقتصادي لكل دول العالم الطامحة لتصنيع منتجات. إذا أعتقد بأن هناك محاولة أمريكية لقطع الطريق على يعني على التوسع الصيني في هذا المجال، وعلى أن يكون هناك دول تنفتح على الصين بعلاقات اقتصادية. هي تسعى إلى تأليب الدول على الصين، تسعى إلى محاولة الهيمنة على القرار الأوروبي، وأعتقد بأن يعني القرار الفرنسي يسعى إلى التفلت من الهيمنة الأمريكية، ولكن أعتقد بأن الحضور الأمريكي يعني الضاغط على أوروبا ربما يعيق هذا التوجه الفرنسي. وأحدى التداعيات يعني التي جرت بموضوع الغواصات، فعلا شهدنا أيضا بعد أن تولى الرئيس الأمريكي بايدن السلطات الرئاسية كان هناك محاولة لإيجاد تحالف ضد الصين من خلال جيران الصين، اليابان وغيرها من الدول، واليوم أستراليا. واليوم يعني شراء إذن 12 غواصة نووية أمريكية من قبل أستراليا سيضعها في مواجهة مباشرة مع الصين في بحر الصين الجنوبي، أليس كذلك؟
طبعا هناك محاولات أمريكية كبيرة من أجل تطويق الصين، سواء من خلال أستراليا، سواء من خلال كوريا الجنوبية، سواء من خلال موضوع تايوان. تسعى الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة إلى تأليب معظم جيران الصين على الصين. على سبيل المثال موضوع تايوان، شهدنا انطلاقة لتظاهرات كبرى، كانت محاولة استقلال واقع يعني واضحة عن القرار الصيني. طبعا الصين تعتبر بأن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وتريد استعادتها، ولكن هناك مساعي أمريكية كبيرة لتأكيد استقلالية تايوان. موضوع هونغ كونغ، تحرك التظاهرات المعارضة للدولة المركزية في بكين، أيضا بموضوع الكوريتين، الاستفزازات الأمريكية الدائمة في بحر الصين الجنوبي على سبيل المثال، عبور سفن أمريكية حربية، محاولة التحليق فوق بحر الصين، استفزاز الصين في المحيط الهادئ. أكثر من يعني محاولة أمريكية في هذا المجال تدل بأن هناك توترا كبيرا. لا أعتقد بأن هذا التوتر ممكن أن يرقى إلى مواجهات مباشرة، ولكن أعتقد بأن هذا التوتر سوف يرتفع منسوبه في أكثر من منطقة من العالم، وهي يدلل بأن هناك مواجهة كبرى قد تحدث، هناك مراقبة متبادلة بين الدولتين إلى حد كبير. سوف يتمظهر هذا الخلاف كما قلت بمساع أمريكية لقطع الطريق على الصين، على مبادرتها الحزام والطريق، محاولة تأليب الكثير من الدول نعم، كما وهون قلت خليني أسأل، ابقى معي في هذا دكتور المجال. لو سمحت. نعم ابقى معي، وصلت الفكرة. كيف يمكن أن نفسر في السياق ذاته، نتحدث دكتور صبحي، هذه الدعوة المنتظرة والمرتقبة التي ستحصل في 24 من الشهر الجاري، عندما سيستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن رؤساء وزراء الهند واليابان وأستراليا، وهم بطبيعة الحال قادة الدول المنضوية في التحالف الرباعي كواد لمواجهة الصين، هذا التحالف الذي أخذ صفته الرسمية عام 2007 وأجرى أعضاء مناورات بحرية مشتركة وله أنشطة عملية واضحة لمواجهة الصين في المحيطين الهادي والهندي معا. هذا تعبير عن ما يعني نتحدث عنه في هذا البرنامج، عن أولوية تعطيها الولايات المتحدة الأمريكية الآن للمواجهة مع الصين. بحر الصين الجنوبي ليس هو فقط يعني مشكلة تتعلق مع الصين والولايات المتحدة، هو مشكلة مع الصين وجوارها الإقليمي. هناك عدد كبير من الدول بما فيها حتى فيتنام، بما فيها يعني الفلبين، بما فيها الدول التي أشرت إليها رنا، هي كلها الآن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية جمعها في إطار المصالح الخاصة لكل هذه الدول، بسبب أن الصين تريد الامتداد عمليا في داخل بحر الصين الجنوبي وتقيم نوع من الجزر الاصطناعيه التي تعتبرها فيما بعد انها هي جزء من ما يسمى يعني في امنها الاقليمي في داخل بحر الصين الجنوبي. اكثر من ثلثي صادرات الصين تمر من خلال بحر الصين الجنوبي. الولايات المتحده من خلال هذا التواجد العسكري لها، ان كان بحجه كوريا الشماليه او باسباب اخرى، نرى فيها تواجد هناك عسكري كبير في للولايات المتحدة ومناورات تقيمها مع عدة دول في هذه المنطقة. فهذا تعبير عن ذلك، لكن دعيني أشير إلى نقاط سريعة. أنا أتفق مع الدكتور نبيل، هذه مواجهة الآن، يعني أنا لا أستخدم حتى تعبير مواجهة، لأن مواجهة تعني ممكن أن تكون الآن بحالة عسكرية. أنا أعتقد التعبير الذي تحرص عليه إدارة بايدن الآن هو المنافسة مع الصين، المنافسة بين قطبين، كل منهما له محاط على مستوى العالم ككل وليس فقط في محيطه الجغرافي او الاقليمي، وهذا يعني ان هذه المنافسه ستشتد من النواحي الاقتصاديه، من النواحي التي ايضا ناخذ في عين الاعتبار التجربه الامريكيه مع روسيا الشيوعيه، بان كانت يعني تجبر روسيا الشيوعيه على ان تصرف اموالا باهظه على الدفاع وعلى القضايا العسكريه، وبدرجه تؤثر على الاقتصاد الداخلي. هذا الذي تحاوله الولايات المتحده الامريكيه الان مع الصين. لا ننسى الولايات المتحدة ميزانيتها الدفاعية 4 مرات ميزانية الصين، 10 مرات ميزانية روسيا، ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، وفي كل عام تزداد عن العام الذي قبله، هي الآن حوالي 730 مليار دولار ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية. يعني كلامك صحيح بما يتعلق بالجانب العسكري، لا مجال للمقارنة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، رغم مساعي الصين لتحسين ترساناتها العسكرية وأثبات ذاتها قوة عسكرية في المنطقة وفي العالم، لكن يبقى الاقتصاد عامل مهم وحاسم في هذا الصراع والتنافس كما سميته حضرتك بين الصين والولايات المتحدة.
صحيح، هذا صحيح الذي تقرينه، وهو الذي اعتبرته بتعبير المنافسة في المجال الاقتصادي، في المجال التجاري، ليس المواجهة العسكرية المباشرة. الآن السؤال أيضا عن أوروبا، وجرى الإشارة إلى ذلك. أوروبا لن تتخلى عن الولايات المتحدة، لكن أوروبا تحديدا بقيادة فرنسا وألمانيا، هناك سعي قبل حتى هذه المنافسة، يعني سعي منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، جرت مظاهرات الثقافة الفرنسية، جرت مظاهرات في ألمانيا تطالب بخروج القواعد العسكرية الأمريكية من ألمانيا بعد سقوط حلف بناء اتحاد أوروبي له يعني قوة عسكرية مستقلة عن الولايات المتحدة. سنرى في داخل أوروبا، الاتحاد الأوروبي تحديدا، خاصة بعد خروج بريطانيا، تعزيز كبير الاتحاد الأوروبي أشبه بالولايات المتحدة في هذا المجال. عسكرية وأمنية مستقلة عن السنوات الماضية، يعني مطالب في حجر الرحب الولايات المتحدة الأمريكية بشراء هذه الغواصات النووية في المرحلة القادمة. تشيرين إلى أستراليا أنها ستكون مواجهة، يعني الصين ستحرص، أنا في رأيي الآن ستحرص بشكل كبير على أن لا يكون ذلك مبررا للتصعيد. أنا في رأيي ستسعى الصين أيضا إلى محاولة استيعاب هذه الدول، يعني الاغراء الذي اعطي لاستراليا الان بانها وفرت حوالي 50 60 مليار دولار ثمنا للسفن التي كانت استطاعت لفرنسا للغواصات التي الان عمليا الى ما هو اكثر من ذلك مع استراليا، لكن هذا لن يلغي الحاجه على المستوى الخاص لليابان تاريخي. لا ننسى اليابان كان هذا امر لاحظ صنعته، هو مساله تاريخيه قائمه. الولايات المتحده هو حاليا الان كوريا الجنوبيه، فاعتقد ان الصين لن تسير بالمنح الذي تريد ان تقع ذات شيء. طب في هذه النقطه دكتور، وتحديدا عن الدول الاوروبيه، ولماذا تسعى الصراع على شكل استراليا اليابان؟ الصراع اساسا موجود الالماني، لكن اسمح لي ان اتحول الى ضيفي بسؤال اخير. ضيفي من بيروت، قررت حاليا العمل على مواجهه الصين لانشطتها العسكريه في داخل فضائها الامبراطوريه الاقتصادية، قوتها العسكرية المتنامية، وتحديدا يعني يدور بهذه المنطقة الحيوية اللي فيها ثلثي 60% النمو الاقتصادي الدولي. يعني استطاعت الصين خلال يعني العقود الثلاثة الأخيرة بأن تبني قوة اقتصادية تقتحم العالم، وتؤكد يعني أكبر حركة للتبني في العالم، مستويات نمو مرتفعة، موضوع الكورونا بشكل كبير، استخدمت دبلوماسية اللقاح، استفادت الدول النامية. وبالتالي أعتقد بأن إلى توظيف كل إمكاناتها في سبيل تأكيد حضورها الدولي. أعتقد أن من الممكن أن كما تفضل الدكتور صبحي أيضا ضيفك الكريم هذا المجال،
سوف تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى مع الصين، سوف يكون هناك استخدام لكل الناس إذا صح التعبير، سوف لن يكون فقط بحر الصين الجنوبي، ولكن هناك مجموعة الأمريكية فيها على الصين، على سبيل المثال موضوع إغراق الأسواق، الملكية الفكرية، موضوع حقوق الإنسان. أنا أردت استخدام كل الأوراق للدورة للصين، محاولة تأليب هذه الدول كما ربما يعني أندونيسيا وغيرها من الدول، لكي لا تستطيع الصين. يعني بعض التحليلات قالت بأنها قنبلة موقوتة أو هدية مسمومة يعني توجه للصين، يقول فيه بأن إدارة بايدن حاليا سوف تسعى لاستخدام أي إمكانية يعني تقلم أظافر الصين على المستوى الاقتصادي إلى حد كبير، متفلتا من الكثير من القيود، فرض نفسه في الكثير من الساحات، مبادرات من ضعيفا بعد كورونا، يتخبط نظامها الصحي. أوروبا أيضا قامت أعتقد بأن ساحة كما قلت متغيرة، الكثير من الدول الأمريكية ربما تكون أحد الأركان القيمة، الكثير من الدول، ولكن أعتقد بأن التفرد الأمريكي قد أصيب بالمقتل، هناك مصداقية أمريكية تراجعت إلى حد كبير، يعني الآن الانقسام الأمريكي حول موضوع أفغانستان، الانسحاب، يعني هناك خلاف جمهوري ديمقراطي هناك من كبير. يقول بأنه يعني الصين ستملأ الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة الأمريكية في طبعا أفغانستان تحديدا. طبعا قد تسعى الصين، قد تسعى الصين إلى يعني الاستفادة من هذا الواقع مع طالبان باتفاقيات تملأ فيها الفراغ على المستوى الاقتصادي، وتستثمر يعني بعد الخروج الأمريكي من أفغانستان، ولكن أعتقد بأن موضوع أفغانستان قابل للكثير من التحولات، يجب مراقبة هذا الوضع بشكل كبير، خاصة أن أفغانستان تتمتع بموقع جيوسياسي مهم، تجاور مجموعة من الدول في آسيا الوسطى. أعتقد بأن الدولة العميقة في أمريكا تدرس جيدا خصومها، تدرس جيدا كيف تسدد الضربات، ولكن أعتقد بأنه رغم كل هذا هناك الكثير من المقاتل التي أصيب بها الحضور الأمريكي على المستوى العالم، وبالتالي أعتقد بأن هناك الكثير من يعني المواجهات التي قد تكون مفتوحة، التي قد لا تتطور إلى كما قلت إلى مواجهات عسكرية، هناك ولكن ربما يكون تترك هناك أثرها على مناورات، ربما الخارطة يكون هناك السياسية الدولية والتحالفات. شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور نبيل السرور، خبير بالشؤون الصينية، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بيروت. شكرا جزيلا أهلا وسهلا. لك. برجع لك دكتور صبحي، وما بعرف إذا كان في شيء حابب بما تفضل به ضيفنا من بيروت، وبما يتعلق ب يعني أستراليا، وإلى أي حد اليوم يعني هناك من يرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لجعلها رأس حربة في المواجهة مع الصين. وسؤالي، لماذا التركيز اليوم على أستراليا وبعض الدول الأخرى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى أي حد هو مرتبط بالموقف الفرنسي والألماني الذي يسعى للتمايز عن الموقف الأمريكي؟ يعني لا ننسى أن أستراليا هي بالنسبة للولايات المتحدة مثل دول أوروبا الغربية في ظل الصراع مع الاتحاد السوفيتي وتشكيل حلف الناتو. الآن هذا الحلف الجديد، يعني دور أستراليا فيه هو شبيه بدور الدول الأوروبية خلال فترة الصراع مع روسيا والحرب الباردة. لا ننسى أيضا يعني أن هناك حرص كبير أمريكي الآن على أن يكون هناك تنسيق أيضا مع بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي، والتي هي أيضا في حالة الآن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من شيء آخر. يعني هذا المثلث أو هذا الثلاثي الذي الآن
خرج في الحديث عن الغواصات، أنا في رأيي هو يعني أكبر من حجم الغواصات، ويتعلق في سياسة مرتبطة في أوروبا من جهة ومرتبطة في الصين من جهة أخرى، كما هو أيضا معني بذلك الدور الروسي. يعني لن تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن المنافسة مع روسيا أو حتى عن تشدد والضغط على روسيا، هذا يحدث في أوروبا الشرقية، وتمتد أيضا القوة العسكرية الأمريكية إلى داخل بلدان كما نعرف كانت محسوبة على العلاقة القوية مع روسيا من ضمنها أوكرانيا وغيرها. فالأمور أنا في رأيي هي ليست الآن يعني أن الولايات المتحدة تسير بمسار التركيز على الصين وستنسحب من أوروبا وتنسحب من الشرق الأوسط، هذا منطق خاطئ من يفكر بهذا الشكل. الآن أنا في رأيي القطبية الأمريكية التي تصرفت على أن القطبية الأوحد في حقبة التسعينات وفي العقد الأول من هذا القرن تحاول الآن أن تثبت على الأقل أن القطب الأعظم بدأ من أن يكون القطب الأوحد بهذا المعنى. هناك المنافسة مع روسيا في داخل أوروبا تحديدا تحدث أكثر من غيرها من المناطق، هناك المنافسة مع الصين في شرق آسيا وفي يعني منطقة المحيط الهادئ والهندي، وهذه يعني المواجهة تحتاج إلى حلفاء، بعضهم قد يكون يعني وها كبار خليني أسألك دكتور صبحي، أوروبا. إلى أي مدى يعني يمكن الركون وتتفق مع التحليل لعدد من المراقبين الغربيين الذي قال بأنه عمل بايدن في الأشهر الأولى من حكمه على ترميم العلاقات مع حلفاء بلاده في الناتو، وبعد إعادة الزخم لهذا الحلف الرباعي الذي يسمى كواد، يمكن القول بأن واشنطن ستكثف عملها لبناء النسخة الآسيوية من الناتو لتطويق الصين؟ عمليا الناتو محصور دوره، يفترض ان يكون محصور دوره يعني في داخل اوروبا، نجد انضمامات حدثت للناتو من دول اوروبا الشرقيه طبعا بضغط من الولايات المتحده الامريكيه، جرى توسيعه عمليا او توسيع هذا يعني التاثير الامريكي على الاوروبيين بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي، لكن هذا الدور للناتو لم ينجح، على سبيل المثال في افغانستان لم ينجح في كثير من المناطق التي اختلفت فيها الولايات المتحدة مع حلفاء أوروبيين كالعراق على سبيل المثال عام 2003. لكنه نجح في ليبيا دكتور صبحي. نعم إلى حد ما يعني، ولذلك أقول يعني أن هناك تباينات وسط الدائرة الحلفية الواحدة، هذا يحدث حتى على صعيد الطرف الآخر، من يتحالفون الآن مع روسيا والصين ليسوا هم مع الصين وروسيا في كل المواقف وفي كل القضايا. أعتقد يعني وقد أكون مخطئا أن ما سنشهده في هذا العالم خاصة في هذا العقد الثالث الآن من القرن 21، سنشهد يعني أقطاب كل منهم يريد جذب الأطراف غير المحسوبة على هذا الطرف أو ذاك، يعني تحالفات وهذا هو بالقطعة دكتور صبحي وحسب وهذا المصلحة. لن يلغي التنافس، ولكن سنجد أن نعيش من جديد ظروف الحرب الباردة التي لا يتواجه فيها الخصمان يعني روسيا والولايات المتحده في كل الحرب البارده، لم يتواجهان عسكريا يعني لم تحصل مواجهه عسكريه، بينما كانت تحدث في دول اخرى، اعتقد هذا الذي سنراه هنا. لكن نقطه الضعف الامريكيه هنا ان الصين ليس لها تواجد عسكري او دور عسكري في دول اخرى كما كان حال روسيا، ليس حرب او ليس يعني الان انتشارها وتوسعها على اساس ايديولوجي كما حاربت الولايات المتحده روسيا بالقول انها شيوعيه والشيوعيه ضد الدين والشيوعيه ضد الليبراليه والديمقراطيه، هذا لا ينطبق الان على الصين، حاول لعب ذلك على سبيل المثال ترامب ووزير خارجيته بومبيو بالحديث مجددا عن الحزب الشيوعي الصيني والتركيز على الشيوعيه بالصين، لم يفلح في ذلك لا في استقطاب داخل الولايات المتحده ولا في داخل اوروبا حتى يعني في المعسكر الغربي، اعتقد هذا الان نقطة قوة بالنسبة للصين دكتور صبحي من حتما وجهة نظرك. حتما يعني هناك من يرى، أسألك لأنه هناك من يرى العكس حقيقة، بأنه يعني لا مشروع ايديولوجي اليوم للصين، وهناك من يراها يعني نقطة ضعف في محاولاتها اليوم للظهور والبروز كقوة عظمى على الساحة الدولية. على العكس تماما، يعني انا استنتاج مما تفعله الصين انها تخطط بشكل ذكي جدا لتكون هي المهيمنه الاولى على العالم من الناحيه الاقتصاديه والتجاريه، هذا واقع حال الان. الصين لا تحمل فقط علاقات تجاريه، هي تقوم للدول التي هي متخلفه وتحتاج الى تنميه، تقدم لها مشاريع اعاده اعمار بوقت قصير جدا وبشكل ممتاز جدا، هذا ما يحدث في عده دول افريقيه واسيويه وفي امريكا اللاتينيه حتى المجاوره للولايات المتحده. الاسلوب الصيني المعتمد الان الذي يركز على العلاقات الاقتصاديه والتجاريه وعلى بناء
ما هو يمكن بناؤه من بنى تحتية. ما الذي جعل الآن بايدن يتحدث عن إعادة البنى التحتية في الولايات المتحدة؟ لقد أعطى مثالا الصين وقال أنه أن الولايات المتحدة متخلفة جدا عن الصين في مسألة البنى التحتية، ويحاول الآن أن يعني يضع ميزانية 3500 مليار دولار لإعادة بناء البنى التحتية. يريد أن وقال حتى في يعني خطاب له بعد انتخابه بأنه يريد أن يفعل ذلك مع دول أخرى، يعني أن يساعد في بناء هذه المنافسة مع الصين نفسها. يعني ومن لكنه خلف أنا الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا اللاتينية تسعى لإقامة شراكات كبرى مع الصين. دكتور صحيح صبحي، هذا تصديقا لكلامك. طيب خليني أسألك دكتور عن رأيك بالملاحظة التي يقدم لها كبار المنظرين للسياسة الأمريكية، وهو أنه بالتوازي مع التحولات الجيوسياسية التي تشهد فيها الصين تطور ملحوظ في طبيعة نظامها السياسي وخياراتها الأيديولوجية والمجتمعية، تطرح بكين عقيدة تقوم على استراتيجية جديدة وتعديل جوهري في اتجاهين: طريق الحرير الجديد، حزام واحد طريق واحد القائم على الاستثمار الواسع وهو ما تفضلت فيه حضرتك، والاتجاه الثاني بناء كتلة تحالف بالمنطقة الآسيوية ضمن ما يعرف بمنظمة شنغهاي للتعاون، واللي تضم على الخصوص كل من روسيا والهند وباكستان. مدام رنا، أي قوة كبرى حينما تمتلك القوة العسكرية بهذا المعنى فتريد استخدام هذه القوة لأهداف سياسية. الصين تتصرف في حالة مخالفة، تريد أن تستخدم الاقتصاد والتجارة والتنمية في دول العالم ليكون هو محققا لأهدافها السياسية. يعني إذا الولايات المتحدة والتي هي القطب الأعظم بهذا المعنى الآن لا تستطيع أن تدخل في مواجهة اقتصادية وتجارية مع الصين لأنها أيضا هي تنهار من الداخل، هناك يعني علاقات اقتصادية وتجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يجعل أن أي مواجهة اقتصادية وتجارية بين هذين العملاقين بالمعنى الاقتصادي الآن أنه سينهار العالم كله اقتصاديا وتجاريا. هذا ما شاهدنا تأثيراته في فترة سابقة أيام ترامب حينما صعد بالمواجهة. هذه طبعا لم تكن سياسة لترامب، هذه سياسة كما كنت أشير للدولة الأمريكية منذ أيام باراك أوباما. تختلف الإدارات في كيفية التعبير عنها أو في أساليبها، لكن أجد أن بايدن يعني كما كنت تشيرين أنه الآن حين هو وجد كحالة مناقضة لترامب لم يكن حالة مناقضة تجاه الصين كهدف سياسي، ولكنه تحدث عن الصين بأسلوب ألطف مما كان عليه في ظل إدارة ترامب. الأمر نفسه نراه حتى بالنسبة لي بايدن أنه يستمر بالسياسة نفسها في كوبا تجاه كوبا، يستمر بالسياسة نفسها في عدم توقيع الاتفاق أو العودة للاتفاق الدولي مع إيران. هناك سياسات أنا في رأيي موضوعة من قبل الدولة الأمريكية سماها الدكتور نبيل الدولة العميقة، في النتيجة هي هذه الدولة بما تعنيه من مؤسسات وأجهزة مخابرات وغيرها كونغرس وأجهزة لوبي وتأثيرات مصانع تصنع في النتيجة نوع من الاستراتيجية التي هي على الصين كأولوية ومعها روسيا طبعا. وبمحصلتها أنا في رأيي أن هناك إمكانية لأن نشأت في هذا العالم الأوروبيون يسعون من خلال ألمانيا وفرنسا لاستقلالية عن الفرنسا، روسيا تسير في نفس منذ مؤتمر ميونخ 2006 بقيادة بوتين، الصين تقدما وانتشارا واسع في دول العالم، يعني إضافة وهي لا تخبئ نفسها وما حصل في مئوية الحزب الشيعي. يعني تفضل به حضرتك، وهذا التوجه الصيني اليوم دكتور صبحي. أن العسكري الصين دمار العالم ككل، يعني كان ذلك في ظل الحرب البارده الدول الكبرى، فلا مواجهه عسكريه مع الصين ولا امكانيه حتى لنوع من المواجهه المفتوحه الكبيره الاقتصاديه والتجاريه، لانه سيكون الوحيد امام واشنطن الان هي عزل محاوله عزل الصين عن دول ربما منافسة الصين كانت على تقديم مساعدات اقتصادية أو مالية محاولة أيضا مجددا مع أوروبا
تعزيز العلاقات مع خاصة مع فرنسا، يعني الألماني بالهيمنة على القرار الأوروبي أو حتى كما هو حدث مؤخرا في موضوع، لكن كل ذلك يأتي في إطار استراتيجية أمريكية. يعني من الشروط اللي تجعل الدول يعني الدولية. وهون على الهامش خليني أسألك عن رؤية الصين وطريقة تعاطيها طوال الفترة الماضية. هذا سؤال مهم جدا مدام رانا، لان تنعكس في على دوليه ربما تولد احيانا ازمات دوليه، وربما احيانا هذا متورطه عسكريا في ازمات دوليه، وهي يعني مسؤوله حتى عن اوضاع سيئه جدا حدثت في كثير من دول العالم الثالث. مقارنه مع الصين صفر، يعني لا نجد ان للصين مسؤوليه عن اي ازمه بهذا المنطقه حدثت، او حروب اهليه او صراعات كالتي نراها يعني تشهدها المنطقه العربيه لسنوات الان. الفارق هنا ان السياسات بينما الصين يعني انا في رايي ستستمر بنفس النهج الذي هي عليه، نهج استعداد. هي نهج، انا في رايي هذا النهج سيزول تزيد من يعني امكانيه استقطاب ما يمكن ان يتم من ذلك. يعني الصين لن تفرض تسويه على سبيل المثال في الملف، لن تستطيع الصين ان تفرض ايضا تسويه للحاله التي هي عليها بعض الازمات العربيه في، لن تستطيع ان تجبر امريكا على الانسحاب من سوريا على سبيل المثال، او على سوى الفيتوات الصينيه التي في مجلس الامن بما يتعلق بسوريا، لكن ترفض، وهذا الفارق الكبير. الان الصين تستطيع ان ترفض ما هو يتم، وكانت لا تفعل ذلك في السابق قضايا دوليه كثيره. الان هي تمارس حقها بالفيتو ترفض ما هو لا ترى مناسبا لسياستها، لكنها لا تستطيع ان تفرض ما ترى مناسبا لسياستها في مسائل الازمات الدوليه. ولذلك ارى ان الولايات المتحده ربما الان في ظل اداره بايدن مدركه لذلك، وربما تسير في نهج تعاون امريكي روسي وليس صيني. ولذلك كنت اقول في البدايه بداية أن هناك يعني حالة تحديد الصراع الأمريكي مع الصين، هل روسيا تقبل بذلك؟ لا نعرف. في منطقة آسيا وشرق الأوسط آسيا لديها أيضا حسابات، هل ستستفيد روسيا الروسي في الحرب البارده؟ ايضا لا نعلم، لكن هذا واقع حال الان يسير ببطء ولكنه لتسوية أزمات دولية. ولن نرى الولايات المتحدة الآن تتورط عسكريا من جديد عليها من تكنولوجيا، من قدرات يعني فضائية وغيرها كما تفعل الآن في ضرورة للتدخل العسكري المباشر في أزمات دولية الآن. نعم، تك بهالجزئية دكتور صبحي. عام 2010 عندما استقبل الرئيس باراك أوباما نظيره الصيني في مؤتمر بالعاصمة واشنطن، حياه بمصافحة وانحناء سريعة صغيرة لرأسه. كانت هذه الانحناء صورة الرئيس الأمريكي، يعني صورة الرئيس الأمريكي وهو ينحني أمام الصين، كانت غلاف ملفت لكتاب أكاليبس الذي نشر العام الذي يليه. وفيه تنبأ الكتاب والذي كتبه بأن الصين ستهيمن قريبا على الاقتصاد العالمي، وأن أمريكا لن تفعل شيئا ذا قيمة حيال ذلك.
تعليقك وإلى أي مدى بات هذا واضحا اليوم؟ مثلا الصورة كان موضع توظيف سياسي، حدث أيضا مع صورة لأوباما فعل نفس الشيء، انحنى حينما التقى مع العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله، وأيضا كان موضع أيضا انتقادات كثيرة في الولايات المتحدة كيف تنحني أمام العاهل السعودي. أوباما كان يمارس من حيث يعني الأسلوب الشخصي، لكنه انحنى يعني أمام الملك عبد الله، كان يعني يضع له قلادة في الرأس على ما أذكر دكتور صبحي، أليس لا لا كذلك؟ لا 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 لا، هذا حدث مع ترامب، لأنه هذا ما رد عليه أيضا خصوم ترامب، أنك أيضا انحنيت للعاهل السعودي حينما وضع القلاده على حول عنقك. لا، مع السعودي الراحل الملك عبد الله انحنى بدون ما يكون قلد. كان كتقليد اعتبره اسلامي، هو انه يعني انه ينحني. ولا ننسى هو جاء من اب اندونيسي وله علاقه يعني في الاصول الاسلاميه. على اي حال، ما جرى يعني من توظيف سياسي لهذا الامر فعلا ثبت صحته، انه بمعنى انه هو يعني امام عملاق صيني، لكن الاسلوب نفسه مارسه ترامب مع الزعيم الصيني حينما ايضا دعاه الى فلوريدا مأدبه عشاء، وكان يعني ذلك كان تكريم كبير واحتفل به، ولكن كل ذلك كان يدخل في الاسلوب الشخصي كما فعل ترامب مع زعيم كوريا الشماليه، ووجدنا فيما بعد كل الامور تسير الى ما كانت عليه من تازم مع كوريا الشماليه. انا اعتقد هذه فقط اساليب ترتبط بمن هم كرؤساء بكيفية التعبير، ما عندهم ربما من أسلوب شخصي مع زعماء آخرين من العالم، لكن لا تعبر عن سياسة. السياسة التي وضعت في ظل إدارة أوباما من قبل البنتاغون هي التي تحكم الولايات المتحدة الأمريكية الآن عن الخصمين الروسي والصيني، وهي التي تتعامل مع الولايات المتحدة في هذه الإدارات الثلاث بأساليب مختلفة، بعضها يعني كان جافا كما حصل في نهاية عهد ترامب، وكان متخوفا رئيس الأركان الأمريكية من أنه قد ايضا يستخدم القوة العسكرية ضد الصين من اجل تجديد انتخابه او من اجل البقاء في البيت الابيض، يعني كمحاولة حتى كانت حذرة انه ممكن ان تحدث، هذا ما كتب مؤخرا اذا قرات هذا الكتاب الذي صدر لبوب كودور مؤخرا. الشيء الذي هو ملفت للانتباه انه كل هؤلاء الذين يعني تعاملوا مع الصين في كل السنوات الماضية حتى ابتداء من جورج بوش الابن مدركين جميعهم كان انه لا حاجة ولا امكانية ولا هناك يعني ضرورة لاستخدام القوة العسكرية ضد الصين، لأن بالنتيجة الصين هي قوة نووية قادرة أن تفعل عشرات المرات مئات المرات ما قد تفعله كوريا الشمالية، التي حذر أوباما ترامب من أنه قد يكون هناك صراع نووي مع أو صواريخ نووية تطلق من كوريا الشمالية وتحتاج الولايات المتحدة الرد عليها، فكيف مع الصين؟ الآن أنا في رأيي الأمور يعني لا تسير في اتجاه تصعيدي عسكري مع الصين ولا مع روسيا، طبعا الأمور تسير باتجاه تسليم أمريكي بتعددية قطبية تحاول فيها واشنطن الحفاظ على لقب القطب الأعظم. هناك تسليم أيضا بحاجة للتعاون مع الصين اقتصاديا وتجاريا في قضايا عديدة في العالم. هناك أيضا تسليم أمريكي بالحاجة للتعاون مع روسيا في معالجة أزمات قائمة الآن في عدد من بلدان العالم، خاصة منطقة الشرق الأوسط. وهناك أيضا أنا في رأيي تسليم أوروبي الآن بهذه القطبية الشديدة وبإمكانية العلاقة مع كل هذه الأطراف. لا ألمانيا تجاوبت مع واشنطن بشأن الغاز الروسي الذي يصدر إليها، ولا فرنسا تجاوبت أيضا بقضايا لها علاقة في الصين، وهكذا واقع الحال الذي في رأيي قد نشهده خلال هذه السنوات القليلة القادمة. وهون يعني تبقى الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تغيير تكتيكاتها دكتور صبحي حسب المصلحة وحسب الوقت. بدي أشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا بهذا الحوار وهذه الحلقة من واشنطن خفايا المشهد. شكرا جزيلا دكتور صبحي غندور، كنت معنا عبر خدمة السكايب من واشنطن، وحضرتك مدير مركز الحوار العربي في واشنطن. وأيضا أشكر ضيفي الذي كان معنا الدكتور نبيل سرور الخبير بالشؤون الصينية من بيروت، ودائما الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم على طيب المتابعة. طبعا حوارنا لهذا اليوم انتهى، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة من واشنطن خفايا المشهد بذات التوقيت، كونوا على الموعد. أمان الله.